ذلك أقامت الزهراء عليها السلام شهودا ولم تكن تحتاج، لأن يقولون البينة متى يصير إليها مكان؟ البينة عندما لا يحصل للقاضي علم بالواقعة. أما لو كان القاضي يعلم قطعا أن الأمر ليس كذلك وإجوا بينة شهدوا بخلاف ذلك، هذه البينة مع كلام الزهراء اللي هو في العصمة وكلام أمير المؤمنين اللي هو معصوم عليه السلام وكلام الحسنين وكلام أم أيمن التي شهد لها النبي بأنها من أهل الجنة. طيب لا محل أصلا لأن تطلب أكثر من هذا، مع ذلك ردت كل هذه الشهادات فأقامت بذا شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابناها، مع أنه في مدرسة الإمام شهادة الزوج لزوجته مقبولة. نعم عند بعض أتباع مدرسة الخلفاء شهادة الزوج لزوجته مع وجود تهمة غير مقبولة. زين علي هل كان متهم في هذه الشهادة؟ بعد ذلك هذا العنوان سقط، فقالت الزهراء عليه السلام طيب هذه انتوا تقولوا مو نحلة إلي، بقيت في ملك رسول الله، ملك رسول الله يؤول لوراثه، أنا وارث. الوارث الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وآله الباقي على قيد الحياة عندما توفي رسول الله كانت فاطمة، فأنا الوارث، فهذه ملك لرسول الله وأنا الوارث الوحيد تؤول إلي. هنا نطلع حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهب ولا فضة ولا درهما ولا دينارا وما تركناه فهو صدقة، وهذا يحتاج إليه إلى بحث مفصل لعلنا نتعرض إليه في وقت آخر. ألخص حديثي أن فدكا قرية كانت والآن مدينة تبعد عن المدينة المنورة ما بينها وبين حائل في منتصف الطريق تقريبا بعد خيبر، وهذه في سبعة تسمى الآن الحائط، في سنة سبعة هجرية فتحها رسول الله صلى الله عليه وآله سلما لم يقاتل عليها أحد، ومقتضى القانون الإسلامي عند الفريقين أنها ترجع إلى رسول الله ملكا خالصا لا يشاركه فيها أحد، ولذلك تورث أيضا. النبي بعدما جاءت الآية بإيتاء ذي القربى فهم أعطى هذه المنطقة لفاطمة عليها السلام، واستلمتها فاطمة وعينت فيها عمالا، وبقي هؤلاء مدة 3 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وهم من قبل فاطمة عليها السلام. لما توفي النبي الخليفة الأول أخذها وضمها إلى بيت مال المسلمين، الخليفة الثاني جعلها في تجهيز الجيش، الخليفة الثالث أعطاها لمروان بن الحكم، أمير المؤمنين لم يغير فيها شيئا، معاوية ومن بعده معاوية قسمها 3 أقسام، والخلفاء الأمويون تداولوها بينهم وبين أبنائهم باستثناء عمر بن عبد العزيز، وكذلك صنع الخلفاء العباسيون باستثناء المأمون العباسي. هل كانت مطالبة الزهراء عليها السلام لفدك نظرا لأن قيمتها المادية عالية تبلغ 300,000 دينار في السنة، يعني 30,000 دينار في الشهر، وهي بالتالي من الممكن أن تشكل ميزانية ضخمة، أو كما قال أمير المؤمنين من كل ما أظلت السماء، هل كان الدافع لها ماديا؟ جواب ذلك ما نعرفه من سيرة الزهراء وأهل البيت من أن
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى في رغيف إفطارهم لا يخدم هذا التوجه أبدا. والشاهد على ذلك أن عليا لم يسترجعها أيام خلافته مع قدرته من الناحية الظاهرية على ذلك. مطالبة الزهراء عليها السلام إنما كانت من أجل أن تعلن قضية أن خلافة تبدأ أول أيامها بمشروع السيطرة على حق ثابت لبنت رسول الله مع شخصيتها الاعتبارية، هذه خلافة لا يمكن أن تكون خلافة ربانية وإلهية، وإنما هي حكم بشري عادي يتعرض إلى ما يتعرض إليه الحكام البشريون العاديون. وبالتالي ينبغي أن يعرف نفسه للناس أنهم ليسوا خلفاء وليسوا خلفاء رسول الله، وإنما هم كسائر الحاكمين الذين يقومون بمثل هذه الأعمال. ويترتب على هذا مجموعة متواليات أرادت الزهراء عليها السلام أن تبينها من خلال إصرارها على المطالبة بقضية فدك. إلى هنا انتهت الزهراء عليها السلام بأن طالبت أولا بعنوان النحلة والعطية التي أعطاها النبي أيام حياتها، لما ردت بهذه الطريقة التجأت إلى دعوة أخرى وهي لتحصيل هذا الحق، وهي دعوة الميراث من أبيها، وهي قضية إذا أنت تقول ما أعطاها النبي لك، إذا بقيت في ملك النبي، ما دام بقيت في ملك النبي وتوفي النبي تصبح ميراثا نظرا لأنها كانت خالصة له وصافية له.